برضه انا فاكره في اللقاء لما طلعت في دي بي سي الحلقه بتاعت الحكايه، هو قال لي ان هو شايف ان انت فاتن حمام مبروك. يعني دي حاجه كبيره طبعا، دي حاجه كبيره، وما صدقتش ان الاستاذ احمد دبير بنفسه يقولها. اول ما قال كده قلت له حضرتك كان انا اللي هو اكيد لا، فانا اتبسطت جدا يعني. الراجل ده عظيم بالظبط.